منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 8 مساء بتوقيت غرينتش. أعربت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة عن مخاوفها من التغييرات التي شهدتها مصر منذ 30 من يونيو الجاري، ولم تبلور واشنطن حتى الآن موقفا واضحا وثابتا إزاء الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة المصرية بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولم تصرح علنا على الأقل ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل انقلابا على المسار الديمقراطي الذي أعقب ثورة 25 من يناير. وبعد أكثر من أسبوع على عزل مرسي وتعليق العمل بالدستور، بدأ موقف إدارة أوباما مرتبكا ومترددا، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مواقف واشنطن في الأيام الأولى من ثورة يناير. الإدارة اليوم تقول إنها تنظر في المساعدات المقدمة إلى القاهرة التي تنص القوانين الأمريكية على إعادة النظر فيها وربما وقفها في حال الإطاحة بحكومة منتخبة. لكن الإدارة وعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية عادت لتقول إن الشعب المصري قال كلمته، وأن حكومة مرسي لم تمثل أصلا حكما ديمقراطيا، وأن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع. موسكو من جهتها اتخذت موقفا أكثر براغماتية، إذ أعلن وزير خارجيتها أن على المصريين أن يقرروا مصيرهم على أساس الحوار الداخلي الشامل، وأكد في الوقت نفسه على أهمية التعاون مع مصر، وأن هذا التعاون لا يتوقف على وجود هذه الحكومة أو تلك. فما الذي يحدد علاقات هذه الدول مع مصر في مثل هذه الظروف؟ وهل تتأثر علاقات القاهرة مع الدول الكبرى في الفترة القادمة؟ مواقف الدول الكبرى من التغيير في مصر موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية. نرحب بضيوفنا في حوار الليلة. معنا في الاستوديو مرسق المنظمات الدولية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد أنيس سالم، ومعنا أيضا مسؤول أمانة الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة الأستاذ إبراهيم السيد. بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك. قبل أن نبدأ النقاش، هذا موجز من الأنباء. مواقف الدول الكبرى من التغيير في مصر موضوع حوارنا الليلة. أرحب مرة أخرى بضيوفنا، معنا منسق المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق السفير محمد أنيس سالم، ومعنا أيضا مسؤول أمانة الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة الأستاذ إبراهيم السيد. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك. مرحبا بالضيوف. ابدا معك سعادة السفير، مساء الخير، كل عام وانت بخير. نتحدث عن مواقف الدول الكبرى، واشنطن تحديدا، موسكو من ما يجري في مصر. الموقف الامريكي على ما يبدو ما زال يتبلور، يعني لم تكتمل الصوره بشكل كامل بعد، وهناك تناقض حتى ربما من وجهه نظر البعض، ربما نوع من التضارب في بعض المواقف. اليوم استمعنا الرئيس اوباما يقول يدعو الى مراجعه المعونات المقدمه لمصر. استمعنا بالمقابل إلى المتحدثة باسم الخارجية تقول إنه الشعب المصري قال كلمته، وأن يعني الديمقراطية ليست فقط التوجه إلى صناديق الاقتراع. لماذا هذا الارتباك على الأقل الذي يبدو للناس بشكل علني؟ هو الموقف الأمريكي محصلة عناصر كثيرة. أولا، لدينا دولة كبرى لها مصالح استراتيجية طويلة المدى في المنطقة، لا تستطيع أن تغير اتجاه البوصلة بشكل سريع. لديها مصالح في الاستقرار، في استمرار السلام بين مصر وإسرائيل، في تواصل إمدادات النفط إلى الاقتصاد العالمي، لا فقط الاقتصاد الغربي، محاربة الإرهاب. دي هذه الأجندة الأمريكية التي تريد أن تتعامل معها. لدينا بقى مشكلتين هنا. المشكلة الأولى المشكلة القانونية، وهو أن قانون المعونات الخارجية لعام 61 الأمريكي ينص على عدم منح مساعدات أمريكية للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية، وبالتالي هناك جانب قانوني هام يربط أيادي الجانب الأمريكي ويحدد حركته. من جانب آخر، الولايات المتحدة تعلم أن لديها علاقة استراتيجية تريد أن تواصلها، والنظام الأمريكي أيضا يتيح للإدارة أنها
تستمر في مد المعونات حتى في حالة الانقلابات العسكرية إذا رأت في ذلك يحقق أهداف الأمن القومي الأمريكي. وهذه هي هذا هو جزء من النقاش الدائر في الولايات المتحدة بين العنصرين، هل نتابع مسألة المبادئ العريضة للقانون الأمريكي ونطبقها بحذافيرها، أم أن الوضع في مصر يستتبع علاج خاص نظرا لحجم المصالح الأمريكية، ولكن أيضا لأنه الموقف في مصر في حركة سريعة وفي عناصر معقدة ينبغي أخذها في الاعتبار. أستاذ رهيم، كيف قرأتم أنتم في حزب الحرية والعدالة مواقف واشنطن من 30 يونيو وحتى اليوم؟ هل بالنسبة لكم كان في موقف واضح من الإدارة الأمريكية، أم أن هذا الموقف ما زال يتشكل يوما بعد يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني كل عام وحضراتكم بخير. أنت بخير. نحن منذ اللحظات الأولى ونحن نرى موقفا واضحا للإدارة الأمريكية، وهناك يعني ما يشير إلى تدخل الإدارة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر في طبيعة المشهد المصري الآن. ونحن نقرأ تماما أنه الإدارة الأمريكية بل كل الإدارات الأمريكية لا تعمل وفق المبادئ والأخلاقيات، هي تعمل وفق المصالح فقط. يمكن تفضل سيادة السفير وذكر جانب من أنه المصالح الاستراتيجية للإدارة الأمريكية أو للأمريكا لها والحلفاء وخاصة يعني الكيان الصهيوني، أقصد أنه المبادئ والأخلاقيات الإدارة الأمريكية لا تتحمل فيها أي مسؤوليات. ولكن كأني فهمت من كلامك أنه أنت ترى أن هناك علاقة بين ما حصل في مصر وتدخل أمريكي مباشر لتحفيز هذا التغيير. حركة السفيرة الأمريكية خلال شهر مايو وما قبلها وبعض اللقاءات تمت مع السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، ولدينا يعني مواضيع كثيرة يعني يؤكد بما لا يدع مجال الشك أن هناك تدخل من الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر لإحداث نوع من الارتباك والإرباك في المشهد المصري. الإدارة الأمريكية لم تستطع أن تقرأ بوضوح بكل أجهزتها المخابراتية وبأقمارها الصناعية وبعملائها، لم تستطع أن تقرأ بوضوح طبيعة توجه النظام الحكم في مصر في ظل الدكتور مرسي، وتبقى الفوبيا القائمة والتي تشاع في كل العالم من الإسلاميين هي المسيطرة، خاصة في ظل الصراخ والعويل من الحليف الاستراتيجي الكيان الصهيوني. الحقيقة يا أمريكا ده الإخوان المسلمين بقوا في الحكم في مصر، ده الإسلاميين ده عملوا فينا، وبالتالي بدأت المسألة تتجه اتجاهات معاكسة لكل ما هو مستقر ومعروف دوليا سواء في عملية ديمقراطية أو أسس أو قواعد دستورية قانونية. سعادة السفير، هل بالفعل هذا هو الموقف الأمريكي؟ هل هناك بالفعل كان فوبيا من الإسلاميين خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي؟ العلاقات كانت جيدة بين الطرفين وكان هناك اتصال وكان هناك تنسيق، يعني هل ترى بالفعل أن واشنطن كانت يعني تخطط أو تؤيد أو تدعم بشكل من الأشكال التغيير الذي حصل في 30 يونيو؟ هو في وجهة نظر يعني قوية الحقيقة، يمكن هي نقطة النظر السائدة في الشارع المصري وفي كثير من المحافل البحث العلمي، إلا أنه الولايات المتحدة الحقيقة كانت على العكس يمكن متحمسة للنظام بتاع الرئيس السابق مرسي ومنفتحة على التعامل مع الإسلام السياسي، وكان من الواضح انها كانت اجرت قراءه. يعني اذا نظرنا مثلا للتقرير الخاص ب مجلس اللي هو اجهزه المخابرات المشتركه الناشونال سيكيورتي ايجنسي الولايات المتحده، التقرير الاخير اللي هو اسمه ترينز 2030 الاتجاهات العالميه في 20 سنة القادمه، كانوا يقولوا ان الاسلام السياسي هو الظاهره الكبيره في المنطقه وبالتالي ينبغي التعامل معها والتعامل معها براجماتية وانفتاح. وده شفناه الحقيقة في كل التصريحات الأمريكية يعني الإطراء والمديح الكبير اللي سمعناه من هيلاري كلينتون للرئيس مرسي أيام ما ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة، المشاورات المستمرة التي لم تنقطع بين الطرفين. بالعكس ده السفيرة الأمريكية في القاهرة متهمة بأنها من المعارضة إنها متهمة بأنها
تهمل القوى المدنية الأخرى وتتعامل مع قوى واحدة. فأنا الحقيقة شايف أن هو الموضوع ما هوش أبيض وأسود، لكن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية، كان لها قراءة إلى أنه الإسلام السياسي هو القوى الصاعدة في المنطقة وينبغي التعامل معها، وبالتالي ينبغي تغيير بعض السياسات السابقة مثل السياسة التقليدية تجاه حماس أو تجاه التيار الإسلامي بصفة عامة، والتعامل ببراغماتية، خاصة وأن أوباما حب أن هو ينسحب من مواقع تعرض الولايات المتحدة، العراق، أفغانستان، ولا يريد أن يتورط في مشاكل كثيرة، وبالتالي يرغب في الانسحاب، ترك دور أكبر للقوى المتوسطة، تركيا، مصر، قد تكون هناك قوى أخرى أيضا، إسرائيل بالتأكيد، تنسحب الولايات المتحدة من التعرض المباشر والتدخل العسكري المباشر، وتتعامل بشكل واقعي مع الإسلام السياسي. واضح أنه ما حدث في مصر يفشل هذه الاستراتيجية، ويضع، ويمكن ده جزء من حيرة الجانب الأمريكي، أنه الرهان اللي كان موجود ثبت أنه هو الواقع معقد أكثر مما كان متوقع. أنا أود أن أعود أستاذ إبراهيم إلى النقطة التي أثرتها. أنت يعني أشرت إلى أن واشنطن كان لها دورا معينا في إحداث التغيير الذي شهدناه في 30 من يونيو. ما الذي كان يزعج واشنطن من حكم الرئيس مرسي إبراهيم؟ يعني الحقيقة في أمور كثيرة، على الرغم من أنه دكتور محمد مرسي حرص تماما في علاقاته الخارجية أن يؤكد أن مصر الدولة العظيمة، التاريخ، الحضارة، حريصة على أداء دورها في المجتمع الدولي بتوازن كامل، وحرص على أنه العلاقات مع كل الدول الكبرى وغير الكبرى في العالم تكون متوازنة وطبقا لقواعد أساسية. هو ما حدث أنه هناك قواعد اختلفت من خلال منطلقات العلاقات المصرية الخارجية، فأصبح التعامل بداية على أساس الندية وليس التبعية. الأمر الثاني أنه أصبح على أساس من المصالح المشتركة. الأمر الثالث عدم التدخل في الشؤون الداخلية. أصبح هناك معطيات جديدة للسياسة المصرية في علاقتها مع الدول الكبرى. أصبح هناك اتجاه للاستغناء عن المعونات والأمور التي تقيد الإرادة المصرية في اتخاذ القرار. أي معونات؟ يعني عندك مثلا القمح على سبيل المثال. هذا الأمر وإن كانت خطواته أولية إلا أنه أزعج كثيرا، لأنه القمح كسلعة استراتيجية يعني يتحكم في يعني إيرادات كثير من الدول. أمر الثاني أنه مجمل الاتجاه السياسي للإدارة المصرية في الانفتاح على كل دول العالم وعدم الارتباط بقطب أو بقوة واحدة أزعج الإدارة الأمريكية. توجه السيد الرئيس إلى البرازيل، إلى إيران، إلى روسيا، إلى يعني كانت هناك منظومة لبناء علاقات متوازنة مع كل القوى في العالم حتى لا تستأثر قوة بالتحكم في يعني مصر سياسيا واقتصاديا وخلافه. يعني دي كلها وإن كانت خطوات أولية إلا أنه استبقت الإدارة الأمريكية قراءتها على المدى البعيد، وما يمكن أن يكون واضح في تصريحات البعض، وخاصة فيما ذكره جون كيري في الاجتماع بتاع إحدى اللجان الخاصة حين قال لهم أنتم بتصرفاتكم تخرجون مصر من تحت سيطرتنا. الأمور كانت واضحة جلية أن مصر في طريق تتحرر في هذا الطريق من السيطرة أو القيود على إرادتها وعلى قرارها، وفي نفس الوقت لم تطمئن واشنطن كثيرا إلى هذه العلاقة المنفتحة التي أبدتها الإدارة المصرية، أن احنا نحافظ على علاقتنا مع كل الدول والتوجه إلى كافة الأقطاب والدول على مستوى العالم. طبعا هذا لا يريح الإدارة الأمريكية لأنها دائما تريد أن يعني تستأثر. أيضا أشير إلى نقطة مهمة جدا ذكرها سيادة السفير، أنه مصر بالذات كدولة محورية استراتيجية الإدارة الأمريكية حريصة على علاقة ذات طبيعة خاصة في التعامل معها للحفاظ على إما مصالح استراتيجية للجانب الأمريكي أو لحلفائها في المنطقة. هل أزعجت علاقات القاهرة في مرحلة ما يعني في المرحلة التي حكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي علاقات مصر الخارجية الإقليمية، هل أزعجت واشنطن بالفعل؟ أنا لا أستشعر بذلك يعني، وأعتقد معظم المراقبين يعني يقول لك أنه يعني الخط اللي كانت متتبعة مصرية يعني لا يصل إلى درجة أن الولايات المتحدة ترغب في تغيير نظام الحكم في مصر. على سبيل المثال لو خدنا إيران، صحيح رئيس مرسي ذهب إلى طهران
لكن في إطار مؤتمر دولي طبعا عدم حياز، وانتقد إيران انتقادات كبيرة وهو هناك خصوصا بالنسبة للموقف السوري، ولقى ذلك ترحاب كبير جدا من الغرب، ولم يتم الترجمة إلى هنا أيضا، كانت مليئة بالمشاكل صحيح. ولم نصل إلى أن احنا نعيد العلاقات. النهاردة مثلا أنا قرأت أن في فكرة أنه يحصل لقاء سعودي إيراني، هل ده هيزعج الولايات المتحدة؟ لا أعتقد أن هذه الأمور تتم بمعزل عن التنسيق مع الولايات المتحدة. ولذلك أنا أعتقد أنه اللي احنا بننظر فيه هو يمكن موضوع أكبر شوية، وهو موضوع كيف يتعامل الغرب مع ظاهرة الإسلام السياسي. الغرب كان لديه مشكلة في هذا الموضوع، وكان وصل كان ظن أنه وصل إلى الحل المثالي، وهو أنه إدخال الإسلام السياسي في اللعبة الديمقراطية العلنية التي تنتهي بصناديق الانتخاب، وأنه هذا يصل الإسلام السياسي الحكم على النموذج التركي. واضح أنه هناك صعوبات كثيرة وخلافات كبيرة بين النموذج التركي وبين النماذج الموجودة في الدول العربية، وهذا هو هذا التوتر، وهذه هي الحيرة التي نراها من الموقف الأمريكي. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قالت بالحرف الواحد: من الواضح أن الشعب المصري قال كلمته، وأن حكومة الرئيس السابق مرسي لم تكن حكما ديمقراطيا، وأشارت إلى 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع. هذا اقتباس من كلامها مباشرة. أستاذ إبراهيم، هل ترى يعني هذا هو التغيير الذي أشرت إليه أنا في البداية؟ هذا يعني بشكل عملي أن الإدارة الأمريكية مع التغيير الذي حدث؟ لا، هو الحقيقة أبدا، يعني هي زي المتحدثة أولا خالفت اللباقة الدبلوماسية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، خالفت الحقائق ووضعت الإدارة الأمريكية محل شك في مصداقيتها فيما تدعيه من رعاية الديمقراطية والحريات في العالم أو دعوتها إليها بشكل أو بآخر. أيضا يعني هناك ما يمكن أن ننقض به هذا الكلام جملة وتفصيلا، فإذا ما تحدثت عن رأي الشعب المصري أعتقد أنه كل العالم بيقر أن المقياس الوحيد لقياس إرادة الشعب هي آلية منتظمة وفق دستور وفق قانون اسمها الانتخابات، والوعاء الوحيد الذي يمكن أن يفرغ فيه الشعب إرادته. هذا نظريا، ولكن ما حصل في مصر مختلف إلى حد كبير. نعم، أنا أقول لحضرتك يعني هي إذا كانت تتحدث عن 22 منهم يعلمون تماما أنهم بالغوا في الرقم، فلتنظر إلى 40 مليون اللي في الشارع الآن. يعني هي القصة مش قصة فين في 40 مليون الآن انظر حضرتك إلى الحشود في المحافظات التي عتم عليها الإعلام الأعور. خدت بالك حضرتك زي إعلام السلطة الانقلابية الآن يعتم تماما على الملايين التي تخرج في الشوارع في المحافظات، وده ما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه يدعو إلى الزحف إلى القاهرة حتى يرى العالم من قلب العاصمة، من قلب القاهرة، قلب مصر، ليرى هذه الأمور. فإذا كان الأمر على حشود وهذا يخالف أصل قواعد الديمقراطية. طب خليني أخرج شوية على الموضوع. إذا كانت بالفعل هذه الأرقام التي تشير إليها أرقام صحيحة، لماذا كان يرفض الرئيس السابق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ يعني سيدي دعنا نؤكد على أنه لابد من بناء، ونحن بعد الثورة نحب أن نبني دولة ديمقراطية دستورية. على أي أساس كان هذا الأمر؟ يعني على أي أساس، من دستور أو من قانون؟ حتى الدستور الذي أقره الشعب وضع آلية يمكن محاسبة الرئيس خلال الأربع سنوات التي انتخب على أساسها في محاسبته ومراجعته. والحقيقة يعني نؤكد على نقطة مهمة جدا، كل المعارضين السياسيين لم يدركوا الحقيقة لأنهم ما كانوش مشغولين بهذا الأمر، وهذه يعني نقطة ضعف عندهم الحقيقة في قراءة المشهد، أنه الانتخابات البرلمانية أقوى من الانتخابات الرئاسية، لأنه بأغلبية برلمانية ووفق لصلاحيات رئيس الوزراء في الدستور ووفق هذه الآليات هتكون أكثر فاعلية وتأثيرا حتى على الرئيس نفسه، وبالتالي لم يكن هناك رغبة أصلا في السير في طريق منتظم وفق آليات دستورية وقانونية وانتخابية. الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها انقلبوا عليها لأنها لم تأتي بها. طيب خلينا نرجع لموضوعنا. سعادة السفير بتحب تعلق؟ لا أنا لا يعني حقيقة أنا يعني بعتقد أنه في قدامنا مشكلة في مصر، إن إحنا محتاجين إعادة قراءة المشهد الذي حدث،
ويعني بيقولوا ان يعني واحد من المشاكل اذا لم تقرا التاريخ فسيكون مكتوب عليك ان تعيد يعني تعيد معايشته مره اخرى. انا بعتقد انها تجربه الحقيقه كانت حافله السنه الماضيه. وموضوع الشرعيه يتصل صحيح يتصل بصناديق الانتخاب لكن ايضا يتصل باداء الحكم. يعني لا شك أنه هناك قواعد ينبغي الحفاظ عليها في أداء الحكم من ناحية المشاركة، من ناحية أسلوب اتخاذ القرار، من ناحية التعرض لبعض قضايا الأمن القومي، من ناحية التعامل مع المعارضة، خصوصا أنه طبيعة هذه التجربة لأنها تجربة جديدة بعد الثورة، ورئيس وصل إلى الحكم بأغلبية بسيطة. الرئيس مرسي في الجولة الأولى من انتخابات حصل على 25% من الأصوات، فبالتالي كان يمثل تيار شعبي كبير متحالف معه، وبالتالي كان ينبغي أن للأسف لم توجد في مصر آلية للمحاسبة الإمبيتشمنت. يعني الرئيس الأمريكي إذا أخطأ بيحاسب، ممكن الكونغرس يحاكمه، لكن لم يكن لدينا هذا الإجراء. لكن من الواضح لأي مراقب محايد أنه كان في حركة يعني غضب جارف في الشارع المصري لأسباب كثيرة، بعضها خاص بأداء الحكم، بعضها خاص بالظروف التي تمر بها البلد، بعضها خاص بالتوقعات التي موجودة. نحن شعب قام بثورة كبيرة ويتوقع تغيير كبير نحو الديمقراطية والمشاركة والأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ولم يتتحقق هذه الأجندات. طيب أود أن أتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة مسألة العلاقات المصرية مع الدول الكبرى، نتحدث عن الدور الروسي في الجزء التالي، وأيضا عن مستقبل علاقات واشنطن مع ما هو قائم اليوم في مصر. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، ابقوا معنا. نواصل حوار الليلة حول مواقف الدول الكبرى من التغيير في مصر. أرحب مرة أخرى بضيوفنا في الحوار، معنا منسق المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق السفير محمد أنيس سالم، ومعنا أيضا مسؤول أمانة الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة إبراهيم السيد. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. بسرعة بعض المشاركات التي وردت قبل قليل من السادة المشاهدين. إيمان الشريف على تويتر تقول: تذبذب مواقف القوى الدولية من التغيير في مصر سببه صعوبة توقع ردود فعل الشعب المصري بشأن الأحداث منذ ثورة يناير. علاء سيد على فيسبوك يقول: القوى الكبرى لا تفكر إلا في مصالحها وكيفية الاستفادة من الأحداث، فالولايات المتحدة التي تؤمن بالديمقراطية غير قادرة على تحديد ما إذا كان التغيير في مصر انقلابا أم لا. ناصر علي من جهته يرى أن الدول العظمى لا يهمها سوى مناطق النفوذ وبدأت تخشى من الشعوب وثوراتها. عمر زال يرجع أسباب تذبذب القوى الدولية إلى ضبابية المشهد السياسي واحتمالية عودة مرسي إلى الحكم. أحمد عبد العال من جانبه يشير إلى أن كافة الأطراف الخارجية والداخلية تبحث عن مكاسبها من التغيير في مصر، والجيش يخشى من خروج السلطة من تحت أيديهم. أخيرا محمد حلاوة يرى أن القوى الدولية لا تزال تتحسس الوضع الداخلي في مصر خشية انقلابه خلال ثوان. البعض يعتقد بعودة مرسي وآخرون يستبعدون ذلك، وغيرهم يتخوفون من نتائج ما بينهما. نعود لمتابعة هذا الحوار. أستاذ إبراهيم، أي تعليق على المشاركات التي وردت من السادة المشاهدين؟ في إجمالها مشاركات جيدة، يعني أعتقد أن في رؤية جيدة من خلال المشاركات على الأقل اللي قرئت بنقاط محددة. أولا أن المصالح هي التي تحكم المواقف، أنه ما زال الأمر لم يحسم وهناك احتماليات كبيرة، وهي إن شاء الله بإذن الله إلى عودة الدكتور مرسي الحكم مرة أخرى. متفائل أنت؟ نعم، متأكد بفضل الله سبحانه وتعالى. على ماذا تبني هذا التفاؤل؟ أبني على أنه الشرعية حق، والله سبحانه وتعالى ينصر الحق. كويس، هذا نظريا، بس عمليا؟ عمليا عمليا أن الحشود التي تحتشد لتأييد الشرعية أكثر بكثير من المعترضين، وأسباب
والأسباب التي دعت البعض إلى الخروج، وأنا بس يعني بأخذ من كلام سيادة السفير فيما ذكر من أسباب الوصول إلى هذا الموقف، هي أمور متعددة، منها ضعف أو أخطاء في أداء الإدارة في هذا الوقت، هذا صحيح. طموحات الشعب المصري التي ارتفعت جدا بعد ثورة، هذا صحيح. ظروف معيشية صعبة ومشكلات على أرض الواقع ليس من اليسير والسهل معالجتها في وقت قليل، هذا صحيح. وبالتالي أنا بتفق تماما مع ما ذكره سيادة السفير، وإن كان الأمر يحتاج إلى بعض الإيضاحات، لكن على الجملة هذا كلام حقيقي وصحيح وتقييم موضوعي جدا للمشهد. أنا اللي هقوله بس إنه إحنا ينبغي نحن نخرج من فكرة إن القوى الكبرى تحكم كل شيء في المنطقة. الدرس الكبير من الثورات الربيع العربي هو أن هناك هامش كبير للشعوب، وأن هناك جزء يصعب التنبؤ بسرعة، ولكن هناك ما زالت شريحة كبيرة في العالم العربي ما زالت تؤمن بأن القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لها دور فيما شهدته المنطقة على مدى السنتين ونصف ثلاثة الماضية. أعتقد هو دور تكميلي ودور في رد الفعل، ولكن لو قرأنا المشهد الأمريكي بدقة هنجد أنه قدر كبير من الإحباط، شعورا بأنه رغم كل ما تفعله الولايات المتحدة أن تأثيرها ضئيل. حتى في مناقشات الآن بالنسبة للعلاقات مع مصر وفكرة قطع المعونات، تدور مناقشات حول أنه قلة تأثير المعونات. يعني إذا كنا قلنا المعونات هي حوالي 1.5 مليون، يمكن في يوم واحد من دول الخليج كان في معونات عدة أضعاف هذا المبلغ. فبالتالي أنا أعتقد أنه هناك هامش الشعوب كبير جدا. بعتقد أنه أيضا ينبغي أن احنا لا نكرر أخطاء الماضي. يعني يمكن النظام السابق، نظام الرئيس مبارك، أخطأ في أنه لم ينصت بدقة لنبض الشارع. واعتقد احنا في لحظه مواصله، ان هناك بالتاكيد هناك رساله واضحه من الشارع المصري. واعتقد انه الحركه الاسلاميه في مصر مطالبه بانها تجري مراجعه، ولديها تاريخ كبير من مراجعات متراكمه في لحظات تاريخيه معينه في 80 عام الماضي، لديها هذه القدره. الحركه الاسلامي السياسي المصري اثبت هذه القدره. احد المشاهدين اشار الى انه الدول الكبرى لا تزال تعتقد بان الوضع ما زال يعني تهيمن عليه السيوله الى حد كبير. لم تتضح الصوره بشكل نهائي بعد. هل برايك هناك ربما مفاجات تفكر فيها الدول الكبرى قبل أن تقرر مواقفها؟ هو طبعا يتوقف على المنظور. إذا نظرت إلى المنظور التاريخي، القوى الفاعلة في الشارع المصري، المؤسسات الفاعلة في مصر، لا شك أن الشارع قال كلمة واضحة وكلمة فيها نوع من المطالبة بحركة تصحيحية للثورة المصرية. في نفس الوقت لديك مؤسسات كبرى في مصر، لا المؤسسة العسكرية فقط، مؤسسات الدولة التي كانت لديها تحفظات كثيرة على كثير من القرارات. لما نبص قرارات في مجال السياحة مثلا، تعيين مثلا محافظ الأقصر من جماعة مرتبطة بحادث الأقصر الشهير، في مجال الاقتصاد الذهاب إلى طرح مشروعات كبرى حالمة دون معالجة المشاكل الآنية، في المواقف الدولية، الاندفاع في مواقف دولية، حتى الأداء الشخصي للرئيس في مواقف معينة تتنافى مع مسألة الموقف من سوريا. تقصد في الأخير الذي الموقف الذي سوريا قال أنه كان أحد الأسباب يعني الأساسية، موقف من سوريا، الموقف للتغير. من التعامل مع المعارضة، ظهور رئيس الدولة حتى من ناحية الشكلية. رئيس الدولة في مصر، أنت في النهاية أمامك مشروع من بداية القرن 19، من أيام محمد علي، ينشئ دولة لها شكل معين. اختلفنا معها، حبينا نغيرها، لكن في أدبيات وفي بروتوكول معين لسلوك رئيس الدولة. لما يتكرر كسر هذا الموضوع بشكل يعني يختلف عليه مؤسسات كثيرة في الدولة، هذا أنت لا تسير إلى طريق النجاح. أستاذ إبراهيم، ما رأيك؟ يعني نقاط جدلية يثيرها لا، وإحنا بس يعني في الحقيقة يجب أن نقر أنه كانت هناك أخطاء، وكان هناك ضعف في الأداء في أمور معينة. ليست هناك سابقة خبرة عميقة لإدارة دولة. حتى المشاركات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال أعضاء في مجلس الشعب لم ترتقي بشكل كبير إلى الانخراط في مؤسسات الدولة وإدارة الدولة من خلال أدواتها العليا. وأيضا كانت هناك أجهزة أمنية تمنع
أيا من كان يتصل أو يتصف بالصفة الإسلامية أن يرتقي في السلم الإداري داخل أجهزة الدولة إلى درجة معينة، وهذا أوجد نوع من الفقر في الخبرات العملية المباشرة. ويقال أن أثناء حكم الرئيس السابق مرسي انقلبت الآية، أصبح من لا ينتمي إلى هذا الخط يعني يقصى بشكل من الأشكال عن لا الحقيقة دوري. الحقيقة حضرتك احنا نقول الأرقام، وحتى لما ادعي ان في 13 ألف واحد طلع كلام غير صحيح. يعني خلي بال حضرتك انه كانت هناك محاولة يعني ضبط بعض المراكز في الدولة لانه الفساد استشرى في مفاصل الدولة كالسرطان في الجسم، وهي مناوءة بعض المؤسسات في الدولة لانها كانت تعلم انها كان مقبل عليها تطهير، وهي كانت يعني هذه المؤسسات تعمل وترزخ في فساد يعني فظيع. وبالتالي احنا مدركين تماما حجم الموجة المضادة لهذا الأمر. وعند قراءة التاريخ، واعتقد انه سرقة الثورات واعادتها مرة اخرى، التاريخ يتحدث عنها مرات ومرات. طيب، وتنتصف. خلينا نرجع للموضوع الأساسي وهو موضوع مواقف القوى الكبرى. الموقف الروسي، الموقف الروسي كما عبر عنه سيرجي لافروف وزير الخارجية يتحدث عن ضرورة توفر الاستقرار في المنطقة، وأن يعني موسكو مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة. المصريين يجب أن يقرروا بنفسهم مصيرهم على أساس الحوار الداخلي الشامل، وأن التعاون المصري الروسي يعني لن يتوقف سواء كان هناك هذه الحكومة أو تلك الحكومة. موقف يعني عام إلى حد كبير. صحيح. سعادة السفير، ما رأيك؟ طبعا روسيا في لحظة، أولا لابد أن نتذكر أن هناك أيضا تاريخ طويل جدا من العلاقة المصرية الروسية، تمتد يعني إلى في العلاقة المصرية السوفيتية. يعني السلاح المصري لا يزال جزء كبير منه أصلا سلاح روسي. هناك قيادات كثيرة في مصر تدربت في الاتحاد السوفيتي القديم، هناك علاقة تاريخية. السد العالي لا يزال موجود يعني كصرح، يحتاج إلى تكنولوجيا وصيانة وكذا. لكن أنا أتصور الموقف الروسي حاليا في ثلاثة عناصر. عنصر منها الموقف الروسي إزاء سوريا. الروس في مرحلة حساسة جدا، وبالتأكيد هم ينظرون إلى سوريا كاختبار كبير للقوة الروسية وعودة روسيا إلى المياه الدافئة في الشرق الأوسط. وبالتالي يعني يتوقعون أن يسير التغيير في مصر لصالحهم، باعتبار أنه جزء من السياسة المصرية تجاه روسيا كان بيدفعوا فكرة التضامن مع الإخوان المسلمين في سوريا. هو التضامن مع الإخوان المسلمين، فأعتقد ده جزء من العوامل اللي تشكل. الجزء الثاني، روسيا حساسة جدا لتجربتها في الشيشان. الإسلام السياسي يشكل مشكلة داخلية في روسيا، وبالتالي هم ينظرون إلى هذا على أنه قد يؤثر على حركة الإسلام السياسي في المنطقة، وبالتالي بتداعياتها في روسيا. النقطة الثالثة، أن هناك قدر من عودة التنافس من روسيا والولايات المتحدة. نرى هذا في مواقف الروسية في سوريا وبعض المواقف الأخرى بالنسبة لعدم سعادتها بتطورات داخل حلف الناتو، وجود مجموعة من الصواريخ في على الحدود التركية، امدادات الروسية للسلاح. فهناك قدر من التنافس، وبالتالي قد يرون فيما حدث ضربة إلى النفوذ الأمريكي وضربة للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة التي كانت تسعى للتصالح مع الإسلام السياسي. ما رأيك سيد إبراهيم؟ أولا، هل بشكل عام برأيك موسكو مرتاحة للتغيير الذي حدث بعد 30 من يونيو؟ وهل إقصاء الإسلام السياسي بشكل عام عن المشهد يعني مسألة أيضا تريح القيادة الروسية؟ لا، هو لا شك أنه طبعا هي مرتاحة، لأنه يعني روسيا أصلا ليست على الوضع القوي في العالم. يعني حين تنظر إلى الإدارة الأمريكية أو إلى النفوذ الأمريكي، فروسيا في حالة ضعف، وهي بتحاول من خلال استثمار بعض الأحداث. هي كانت بتراهن وما زالت بتراهن على موقف في سوريا كما تفضل السيد سفير، فعلا إنه هو يعيد لها جزء من وجودها وقوتها في هذه المنطقة. وبالتالي هي ليست بالقدر الكافي من القوة والديناميكية السياسية إنها تقدر تتحرك وتقول أراء بشكل منفتح. وبالتالي هي يعني متحفظة جدا جدا، أو ربما ليس لديها من القدرة عن التعبير بأراء صريحة لهذا الضعف، وهي بتحاول أنها تستغل الفرص التي تأتيها خدمة لها من الآخرين.
وبالتالي هي بتنأب نفسها عن التعبير الصريح في انتظار الهدايا التي تأتيها من خلال هذه الأحداث، ويبقى اللاعبون الآخرون في الملعب هم من يقدمون الهدايا للإدارة الروسية في هذا المشهد. طيب لو انتقلنا إلى مواقف أخرى دولية سعادة السفير، الاتحاد الأفريقي مثلا، الموقف الذي اتخذه فيما يتعلق بعضوية مصر ونشاطات مصر في الاتحاد، هل هو موقف يعني تقليدي، موقف كليشيه لازم يعني يتخذ إذا أي دولة تمر بهذه التجربة، أم أنه ينم بالفعل عن يعني شعور معين أو مواقف معينة إذا ما حدث؟ هو لما تطورت منظمة الوحدة الأفريقية وتحولت إلى فكرة الاتحاد الأفريقي، كان من ضمن الأفكار الرئيسية هي ضرورة تطوير منظومة الأمن والسلام والحفاظ على حقوق الإنسان وعمليات حفظ السلام الأفريقية، وبالتالي كان عنصر الديمقراطية واستمرارية نظم الحكم دخل فيه كأحد المعايير التي تنظر فيها المنظمة عند تحديد العضوية واستمرارها، وبالتالي كان يعني من الطبيعي أن تنظر في الموضوع ما حدث في مصر. لدينا سابقة في ذلك عندما بعد أحداث 25 يناير 2011 أيضا نظرت المنظمة في عضوية مصر، ولكنها في تلك الحالة قررت أنه ما حدث يعتبر تغيير سلمي، لم تلعب فيه القوات المسلحة الدور الرئيس. أعتقد في هذه الحالة يمكن كان في شيء من التعجل، ولكن أيضا هناك تمسك بالناحية القانونية الصرفة وعدم النظر في بعض النواحي السياسية. لكن أعتقد أنه بشيء من يعني النظر الواقعية يمكن معالجة هذا الوضع في المدى المنظور إذا ما نجحنا هنا في مصر في أن احنا نجري عملية تحول ديمقراطي سليمة من ناحية إعادة البناء. إحنا لدينا في عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية من ناحية الدستور، من ناحية المجالس النيابية، من ناحية الانتخابات الرئاسية، وبالتالي نستطيع أن نعود تاني إلى وضع طبيعي. ولا ننسى أن طبعا العلاقة الخاصة جدا، لأن مصر هي دولة مؤسسة لهذه المنظمة. أستاذ إبراهيم، موقف كما يقول البعض يعني موقف على الورق، لا يقدم ولا يؤخر، هذا بحسب الميثاق، ميثاق الاتحاد، يجب أن يتخذ هذا الموقف في مثل هذه الظروف، ولكن عمليا العلاقة بين مصر والاتحاد لن تتأثر على المدى المتوسط والمدى الطويل. لا أستاذ الكريم، أعتقد أنه الخطاب الأخير أو المخاطبة الأخيرة التي اعترضت فيها السلطات القائمة الآن على تجميد عضوية مصر في أنشطة الاتحاد أمر يؤكد أنه ده ليس مجرد كلام على ورق. الحقيقة هو ده أمر مخزي لنا كمصريين. يعني الدول الإفريقية وقد بدأت تنفض عن نفسها غبار جهل وأفعال كانت تؤخر وتشين إفريقيا، أنه كانت الانقلابات في بعض الدول زي وجبات الغذاء 3 مرات في اليوم، انقلابات عسكرية. وبالتالي الاتحاد الافريقي ولما سمي مجلس الامن والسلم والكلام ده كله كان نوع من يعني النهوض ونوع من ابداء وجه اخر لافريقيا، وافريقيا تستحق ان تكون في صوره افضل من هذا الامر، وبالتالي هم بيحاولوا يتخلصوا من هذه الامور. فلما تبقى مصر الرائده المؤسسه للاتحاد الافريقي بهذا الموقف، يعني هذا امر يشن الحقيقه، وهو ليس كلام على ورق ولكن امر فاعل ومؤثر، بل العكس تماما. هم يرون انه يجب ان تكون او يكون الموقف مؤثر على مصر لانها كبيره، فاذا كانت مصر الرائده الكبيره افريقيا ستفعل هذه الاشياء فما بال غيرها، وهذا في انتكاسه وعوده بافريقيا الى الايه، الى الخلف. لان اذا كانت القوه او الدول الرائده هي التي تنتكس وهي التي ترجع القهقري في مسألة الحريات والديمقراطيات وعدم الانقلابات العسكرية، فهذا أمر من الضروري جدا. طيب، أن تكون هناك إشارة قوية بموقف قوي تجاه هؤلاء على وجه الخصوص. طيب، مضطرين للتوقف مرة أخرى مع فاصل قصير، نعود بعده لنطرح أيضا موقف دولة إقليمية مهمة وهي تركيا مما حدث في مصر، الدور التركي، وكان هناك مواقف تركية واضحة في هذا الموضوع. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل الأخير، كونوا معنا. الإسلامي كويس ومقبول.
نتابع الجزء الأخير من الحوار حول مواقف الدول الكبرى مما يجري في مصر. سعادة السفير، أشرنا إلى تركيا قبل الفاصل. تركيا دولة محورية ودولة إقليمية رئيسية، كان هناك مواقف واضحة من المسؤولين الأتراك على أعلى المستويات، أردوغان، داود أوغلو. باختصار شديد، تركيا وصفت ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك ضد هذا التغيير. داود أوغلو يقول بالحرف الواحد: لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات، وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة. مفهوم الموقف التركي، يعني على الأقل من حيث المبدأ، حلفائهم في الإخوان المسلمين لم يعودوا في السلطة. كيف برأيك ستتعامل تركيا في الفترة القادمة مع هذه المسألة؟ هو طبعا تركيا لديها فترة، منذ فترة الحقيقة، تتعرض لسلسلة من الموائمات في سياستها الخارجية. داود أوغلو أتى إلى الحكم بفكرة تصفير المشاكل. انتهى بأنه عنده مشاكل على جميع الجبهات. أتى بفكرة العلاقة الخاصة مع سوريا، وأنا كنت أعمل في سوريا في هذا الوقت وشاهدت العلاقة القوية جدا جدا والدور المحوري اللي عبوده أتراك في ترتيب المحادثات بين سوريا وإسرائيل، وبرضه فشل الاستثمار الكبير في سوريا. فعلى عدة مراحل هي تتوائم مع أحداث، نفس الحاجة في ليبيا، أحداث كبيرة جدا، تيار كبير جدا، تيار الشعوب لما بينطلق الحقيقة بيبقى صعب التحكم فيه. أعتقد أنه بالإضافة لما تفضلت به، أنه هو العلاقة الخاصة بين الحزب الحاكم في سوريا وحركة الإخوان، ولعبوا دور كبير جدا في نصح هذه الحركة واستقبالها وتشجيعها. وأنا شاهدت هذا هنا لما أتى رئيس الوزراء أردوغان، وأيضا في أنقرة في عدة مناسبات رأيت هذا الحماس والإقبال والقبول. ولكن يرتبط بذلك أيضا فكرة تقديم النموذج التركي على أنه حل لمشاكل المنطقة، وأيضا الحديث مع الجانب الغربي بأنه ينبغي التعامل مع الإسلام السياسي، ولديكم في تركيا نموذج، نحن أعضاء في حلف الناتو، نحن نريد أن ندخل إلى الاتحاد الأوروبي، نحن نتحالف معكم في العديد من القضايا، لدينا علاقة مستمرة مع إسرائيل تشمل جوانب عسكرية كثيرة. ويعني إذن يعني هناك لدينا جانب برغماتي رغم الهوية الإسلامية، وحاولوا تقديم هذا النموذج ينطبق على مصر. للأسف طبعا ما حصل دلوقتي يضع الأتراك مرة أخرى عند نقطة الصفر، يعيدهم إلى نقطة الصفر، وبالتالي يحتاجوا إلى إعادة تقييم. تصفير مواقف وليس تصفير مشاكل. وبالتالي يحتاجوا إلى إعادة قراءة. لكن أنا أعتقد أيضا تركيا بوصفها دولة متوسطة تريد أن تلعب دورا كبيرا في شرق المتوسط، لابد وأن تمر من خلال القوة الموجودة في القاهرة أينما كانت. إذا كانت هي وبالتالي سيكون من منطلق براغماتي سيضطروا إلى التعامل مع من هو موجود في السلطة. ما رأيك أستاذ إبراهيم؟ أولا ضربة تلو الأخرى كما قال سعادة السفير فيما يتعلق بتركيا، ليبيا، في سوريا، والآن في مصر. يعني هو الموقف التركي، يعني يمكن التصريح الأخير وهي بتعبر عن أنه الأخلاقيات التركية تمنع الدولة التركية من التعامل مع نظام بهذا، يعني جاء بهذا الأسلوب. هي الفكرة مش مين في الحكم، ولكن كيف وصل وكيف يتم التعامل مع هذا النظام. وتركيا حريصة أنها تحافظ على جبهتها الداخلية، لأن مصداقية، لأنه طبعا تركيا تعرضت وما زال الإسلاميين في تركيا بتعرضوا إلى مواقف بهذا المعنى. وبالتالي الموقف التركي وفي الحقيقة بيصب بشكل مباشر في الموقف الداخلي لتماسك الموقف التركي والتأكيد على أن الآلية الديمقراطية هي الأساس. يعني وإن كانت تركيا بتهدف إلى رسم صورة واضحة في العلاقات الخارجية، إلا أنها في نفس الوقت بتمتن وتقوي دعائم وأسس موضوعة في الداخل التركي حتى لا تعاني الحكومة التركية نفسها من هذا الأمر. وبالتالي بتثبت أن فكرة التعامل من خلال الآليات الديمقراطية والآليات الشعبية هي التي يجب أن تكون معتمدة حتى يمكن بناء الدول والعلاقات. نعم، ولكن هذا قد ينطبق في دولة ديمقراطية من الديمقراطيات المستقرة التي نظامها علماني في نهاية المطاف. تركيا دولة علمانية وليست دولة إسلامية. يعني أعتقد أنه مسألة الديمقراطية لم تتعرض إلى الأيديولوجيات العقائدية،
يعني لو تكلمنا عن الديمقراطية ما قالتش المسلمين يعملوا كده وغير المسلمين يعملوا كده، إنما تكلمت عن آليات لم تتحدث عن أيديولوجيات عقائدية مطلقا، ودي آليات يجب أن تحترم في كل دول العالم. وأعتقد أن نتاج الجهد البشري حتى الآن لم يأتي سوى بهذه الآلية كنموذج يمكن التعامل من خلاله لتبادل السلطة. إحنا بنتكلم عن ملعب سياسي حضرتك، بنتكلم عن ملعب سياسي، وبالتالي لابد من اللعب داخل الملعب السياسي وفق قانون العمل السياسي. ولا يصح أبدا أن نكون بنلعب كورة ونتحاكم إلى قانون المصارعة. فتدخل القوى العسكرية في الملعب السياسي يهدر اللعبة من أصلها، وبالتالي لابد نكون كلنا حريصين بغض النظر عن الانتماءات السياسية وبغض النظر عن الأشخاص وبغض النظر عن الأيديولوجيات، لابد أن نحافظ على قانون الملعب السياسي حتى يمكن أن نرضى بمن يأتي. نحن في الحرية والعدالة نحن متوقعين أنه في أول انتخابات قد يأتي غيرنا إلى الحكم. طالما أتى بآلية ديمقراطية سليمة نحن سننتقل من مقعد الصدارة إن كان الحكم أو خلافه إلى مقعد المعارضة، وهكذا يصبح التداول السلمي للسلطة أمر جيد ومقول، وهو في النهاية بيصب في تاريخ الحضارة المصرية. يرى العالم الشعب المصري ويتداول السلطة بطريقة سلمية حضارية مقبولة، ولن تكون هناك يعني نزاعات. أنا أود أن أقاطعك لأنه في نقطة، يعني أيضا التداول السلمي للسلطة من بين أدواته الانتخابات المبكرة، لماذا كنتم ترفضون هذه الفكرة؟ لأنه لم كل تكن هذه الفترة لم تكن هناك، يعني وإحنا أقرينا أنه كان يعني هي أداة ديمقراطية أيضا الانتخابات نعم المبكرة. نعم, نعم لكن هذه الانتخابات المبكرة لابد أن يكون لها أسباب قوية. وأنا مع اتفاقي مع ما ذكره السيد سفير، واتفقنا أنه أخطاء من حكم وأخطاء وطموحات عالية ومشكلات على أرض الواقع، إلا أنه خلال سنة واحدة وفي ظل تحديات كبيرة ومشكلات عويصة لم يكن هذا هو الأمر مطلقا. أعتقد أن الرئيس الفرنسي لما يعني بعد سنتين خد 28% من استطلاعات الرأي، ما حدش قال له مشي. طيب في عندنا حوالي دقيقتين أو أكثر بقليل، أود أن أعود إلى موضوع الإدارة الأمريكية وما كتبته الواشنطن بوست في افتتاحيتها بالأمس. تقول إدارة أوباما ترسل برسالة من خلال موقفها مفادها أنه ما من شيء يمكن أن يؤدي إلى شرخ في العلاقات مع القوات المسلحة المصرية سوى الحرب مع إسرائيل. ما رأيك سعادة السفير؟ والله هو الـ يعني لما نبحث في أصول العلاقة بين مصر والولايات المتحدة نجد أن العلاقة الاستراتيجية هي ركن هام فيها، وفي قلب العلاقة الاستراتيجية هناك العلاقة مع المؤسسة العسكرية المصرية. فلا شك أن هناك حقيقة ده حقيقي أنه هناك استثمار أمريكي كبير في هذه المؤسسة، وهناك مصلحة أمريكية استراتيجية فيها توافق بين الطرفين، وبالتالي العلاقة تحقق. لكن أنا أقول حاجة أكثر من كده. الحقيقة أن دور مصر لا يتوقف عند هذه المؤسسة، ويخطئ من يجري حساباته على هذا الحساب. القوة الناعمة المصرية لها دور كبير جدا، هي مرتبطة قوة فاعلة تعمل سواء خارج الإطار الدبلوماسي أو داخل الإطار الدبلوماسي، لها تأثير كبير على منطقة واسعة من العالم، لديها دور ريادي تقليدي، لديها تأثير بمجموعة أخرى من عناصر القوة. إذا نظرت مثلا إلى القوة العاملة المصرية في العالم العربي، أو إذا نظرت إلى دور قناة السويس أو دور التفاعل الحضاري مع دول كثيرة جدا، لكن في أبعاد كثيرة لهذه القوة. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا مثل تركيا ولكن على مستوى آخر لا تستطيع أن تحقق مصالحها في المنطقة دون التعامل مع القاهرة. في الدقيقة الأخيرة أستاذ إبراهيم، هل تتوقع أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين قوسين بين واشنطن والقاهرة في حال أن التغيير بالفعل أصبح أمرا واقعا وأقرت به كل القوى السياسية؟ في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل وفق مصالح، ومصالحها تجبرها على ذلك، وهي ستجد بكل حيلة ما يبرر انسجام العلاقة الأمريكية مع أي نظام حكم موجود في مصر، وهذا أمر معلوم تماما. وبعدين هي المسألة مش مسألة علاقات مع من واشنطن إلى القاهرة، هي مسألة حفاظ على مصالح استراتيجية ومصالح حلفاء ودور أمريكي، ويعني أمور بهذا المعنى. وبالتالي لا يعنيهم أن يكون ما يحدث في مصر مزعج للشعب المصري أو غير مزعج. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم السيد، مسؤول أمانة الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة، وشكرا لضيفي السفير محمد أنيس سالم منسق المنظمات الدولية في المجلس المصري للشؤون الخارجية. شكرا لك. شكرا فندم سعداء. غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية، نلتقي على رأس الساعة.